قناه شباب الاثني، والسلام عليكم. تقدم المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير السابق لفريق الرجاء الرياضي بشكاية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الفريق الأخضر، وذلك بسبب عدم تواصله بالدفعات المتبقية من مستحقاته المالية العالقة في ذمة الفريق. وينتظر غاريدو أن يتوصل من الرجاء بمبلغ 120 مليون سنتيم على دفعتين، علما أن المدرب الإسباني توصل بالدفعة الأولى ولم يتوصل بالثانية والثالثة. وراسل محامي غاريدو إدارة الرجاء لطلب صرف منحته الثانية والثالثة دون أن يتلقى أي تجاوب من إدارة الفريق الأخضر، الأمر الذي دفعه للجوء للاتحاد الدولي فيفا. يذكر أن غاريدو قاد الرجاء للفوز بلقب كأس العرش ولقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قبل أن تتم إقالته بعد إقصاء الرجاء من البطولة العربية للأندية البطلة في مسماها القديم. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.